وقبل ما نبدأ أولى فقراتنا نروح ونصبح على زميلتنا لمياء حمدين ونعرف منها أخبار الأحوال المرورية. صباح الخير يا لمياء. صباح الخير عليك أحمد، صباح الخير عليك يا هدير، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. طيب دلوقتي مشاهدينا خلونا نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن الأحوال المرورية ونبض الشارع المصري في شوارع مختلفة في القاهرة والمحافظات المختلفة. هنبدأ بالقاهرة وبالتحديد من كوبري أكتوبر المتجه لمنطقة رمسيس وغمرة، هنلاقي فيها سيولة مرورية دلوقتي. أما اللي مكمل أعلى الكوبري في اتجاه العباسية هنلاقي كثافات، إنما بسيطة ومش بتأثر على حركة المرور دلوقتي، لكن بعد يعني عدد ساعات شوية مع ساعات الذروة الصباحية هتبتدي الكثافة دي تزيد شوية. لو تابعنا شارع صلاح سالم هنلاقي هناك سيولة مرورية كبيرة، وهنفضل ماشيين لحد نفق الملك الصالح اللي بيشهد كثافات مرورية نسبية في الوقت الحالي. هنفضل مكملين لحد كوبري الروضة، وهناك برضو في بعض الكثافات، وناخد بالنا أن طريق بن زايد الجنوبي لسه مغلق، وده اللي بيستلزم إجراء بعض التعديلات المرورية لتيسير حركة المرور. كمان الإدارة العامة للمرور في القاهرة عينت الخدمات المرورية تزامنا مع تنفيذ أعمال تطوير طريق الأوتوستراد، والمتضمن تنفيذ كوبري دوران للخلف أعلى طريق الأوتوستراد في منطقة المجزر الآلي، وده اللي بيستلزم غلق كلي لشارع الصيانة المتفرع من طريق الأوتوستراد اللي بتظهر عليه كثافات مرورية للي جاي من مناطق حلوان ومتجه للمعادي والمقطم. كذلك الأمر ظهور كثافات مرورية للمتجه لمناطق منطقة بين الجبلين وصولا ل 15 مايو، وده بسبب زيادة سيارات النقل الثقيل وكثافات مرورية طبعا للمتجه لشارع عباس العقاد. ظهرت كمان كثافات أعلى دائري المرج للمتجه من نفق السلام اتجاه الزراعي ومنه للأقاليم. كمان ظهرت كثافات في شارع صلاح سالم والطيران بالتزامن مع دخول الموظفين لمبنى الجهاز المركزي للمحاسبات والإحصاء. نستكمل جولتنا المرورية في شوارع الجيزة، وزي ما احنا شايفين الطريق الدائري القادم من أكتوبر تم إغلاقه كليا من منطقة القوس الغربي المريوطية مع غلق مطلع الدائري من طريق اسكندرية الصحراوي اللي قادم من اسكندرية في اتجاه ميدان الرماية، وده ضمن مشروع تطوير الطريق الدائري. وكمان تم يعني عمل تحويل لحركة المرور للطريق الدائري اللي قادم من طريق الواحات اتجاه أعلى طريق اسكندرية الصحراوي للنزول لحد نفق حازم حسن ومنه لطريق اسكندرية الصحراوي، واستخدام محور 26 يوليو أو محور رود الفرج أو الطريق السياحي. دول الطرق البدائل عن الطريق الدائري القادم من وصلة حازم حسن من جهة طريق اسكندرية الصحراوي، بيتم تحويله بالكامل لمطلع الطريق الدائري من حازم حسن اتجاه طريق الواحات. طبعا التحويلات دي عملت كثافات مرورية إضافية على محور 26 يوليو اللي قادم من أكتوبر. هناخد بالنا كمان من غلق ميدان سفنكس بسبب إنشاء محور 26 يوليو الموازي وربطه بالطريق الدائري من خلال شارع أحمد عرابي. الإدارة العامة لمرور الجيزة كمان أجرت مجموعة من التحويلات المرورية لتفادي أحجام الكثافات العالية دي، وده طبعا مأثر على شارع جامعة الدول العربية ومسبب بعض الكثافات. أما المحور المتجه في أكتوبر لأكتوبر فيه سيولة مرورية كبيرة. كملنا جولتنا من شارع الهرم اللي بيشهد كثافات مرورية بسبب غلق الشارع في الاتجاهين لمسافة 500 متر، وده بسبب أعمال إنشاء خط المترو الرابع. الكثافات طبعا بتزيد مع ساعات الذروة الصباحية. كمان باقي شارع الهرم الرئيسي بيشهد تباطؤ في حركة السيارات بسبب غلق الطريق في تقاطعه مع المريوطية في منطقة المساحة وشارع العريش ومذكور والطلبية بسبب إنشاء 5 محطات مترو وأنفاق، وده بيلزم السائقين بالتوجه إلى الطرق البديلة اللي تم تحديدها. ظهرت كمان كثافات في منطقة مشعل وكثافات من شارع العشرين لحد الطلبية، وكثافات كمان للمتجه لكوبري الجيزة المعدني وشارع كمان اللي بيصل لمنطقة الطوابق لحد شارع العشرين. كمان ظهرت كثافات مرورية يعني زيادة شوية في شارع السودان لحد جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لمناطق بولاق ومبابة. أما محور صفت في كثافات مرورية بتزيد طبعا مع الاتجاه لجامعة القاهرة أو الإشارة بتاعة جامعة القاهرة. وهناخد بالنا كمان أن الشركة المنفذة لأعمال توسيعة مطلع الطريق الدائري القوس الشرقي المنيب للي قادم من مناطق شبرا مانط بطريق المريوطية والمؤدي للطريق الدائري القوس الشرقي اتجاه مناطق المنيب عملت غلق كلي لمطلع الطريق الدائري في المنطقة المشار إليها على أن تكون مواعيد الأعمال على مدار 24 ساعة حتى انتهاء الأعمال.
دلوقتي نروح لمحافظة القليوبية القادم من الزراعي، بتظهر عليه كثافات مرورية بطريق اسكندرية الزراعي، وده بسبب أحمال السيارات في الاتجاه القادم من الأقاليم وصولا للقاهرة، وبيشهد الاتجاه الآخر كثافات إنما متقطعة، وسط طبعا متابعة بصفة دورية لحركة سير السيارات لسحب أي كثافات مرورية ممكن تظهر على الطريق لمنع ظهور أي زحام مروري للمركبات. لكن اللي قادم من الزراعي ومتجه للدائري سواء الجيزة أو المرج في سيولة مرورية هناك ما عدا بعض الكثافات البسيطة، إنما غير مؤثرة بشكل كبير. أما اللي قادم من منطقة الدلتا مستخدم طريق شبرا بنها الحر ومتجه لمناطق شرق القاهرة والتجمع، يعني يفضل استخدام محور الفريق العصار مرورا بالشارع الجديد بشبرا الخيمة. هنكمل جولتنا المرورية ونروح لبورسعيد وتحديدا شارع أوجينا، هنلاقي هناك سيولة مرورية كبيرة، ولو كملنا هنروح على شارع جمال عبد الناصر اللي بيشهد كثافات نسبية بسيطة هتبدأ تقل لحد ما نوصل لحد شارع 23 يوليو، وهنروح على طريق طرح البحر اللي بيشهد هو كمان سيولة مرورية، ومن طرح البحر هندخل على شارع الجمهورية اللي فيه كثافات مرورية كبيرة ومكملة لحد آخر الشارع. خلصت نشرتنا المرورية، وإن شاء الله تكونوا عرفتوا يعني التعديلات المرورية إزاي حصل، الخدمات المرورية موجودة في شوارع عاملة إزاي، ناخد بالنا كمان من الشبورة المائية اللي ممكن تعيق يعني الرؤية الأفقية، وتروحوا أشغالكم بالسلامة إن شاء الله. ونرجع مرة تانية لأحمد وهدير نكمل معاهم باقي فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا لمي.